السلام عليكم متتبعي الكرام ان شاء الله تكونوا يا ربي في وسلامه وطول العمر ان شاء الله مدام المحلات كل شيء ساد وما كنلقاوش منين نجيبوا لوليداتنا الشهيوات قلت علاش لا ما معكم اليوم لدونالد. لي دونالد اللي كي كيجي يكونوا ساهلين وعجينه ديالهم بسيطه وناجحه يعني من اول استعمال اي واحد فيكم ينوض دابا يوجد الشهيوه لوليداتو يديروا بها الكوتي الفطور فرائعين كيجيو كي ما شاء الله المقادير كيف ما كتشوفوا معايا فهما بساط وسهلين ومتواجدين في اي مطبخ عندي هنا كاس كبير مملوء بالحليب الدافئ او ما يعادل جوج ديال الكؤوب الاكواب يعني الكاس المعياري نصف كوب من السكر حبيبات وبيضه بحراره المطبخ جوج معالق كبار من الخميره الفوريه راس معلقه صغيره من الملح وغادي نحتاج جوج معالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ كذلك وغادي نحتاج خمسه د الاكواب ديال الدقيق خمسه بهذاك الكاس المعياري تقدروا تستعملوا الكاس المعياري ديالكم العنبه مثلا حتى هذاك راه كاس معياري أتعبرو به اول حاجه انا غادي نجيب واحد الاناء كبير اللي غادي ندير فيه الخليط ديالنا اول حاجه غنبدا بها غادي نفرغ ديك الحليب الدافئ ماشي ماشي سخون بزاف يعني غير دافئ وغادي ندير عليه الخميره الفوريه وكذلك غادي نضيف السكر حبيبات غادي نخليهم يتجانسوا مع بعضياتهم غنخلطهم ونغطيهم يتجانسوا مع بعضياتهم واحد جوج دقائق او ثلاثه ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق غادي نضيف جوج ديال الاكواب الكوب الاول وغادي نضيف الكوب الثاني صافي وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كتنسجم هذيك العناصر مع بعضياتها ممكن تستعملوه في هذه المرحله خلاط كهربائي باش تندمج لكم بغية وغادي نخليهم نغطيهم ب ب, ب بورق آه, آه, سلفيزي ونغطيهم نخليهم يختمروا آه, تقريبا واحد العشرة ديال الدقائق من بعد كنلقاهم اختمروا هاما دو لاحظوا معايا الفقاعات والعجين صبحات شويه ثقيله لاحظوا يعني راها اختمرت هذه المره الاولى في الاختمار غادي نضيف دابا هذاك الطحين اللي باقي ليا ولكن ما غنضيفوش كامل غنضيف كوبين ونصف غنضيف الكوب الاول والكوب الثاني والباقي غادي نضيف غير نصف كوب الدقيق الاخر يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق ما غاديش نضيفه دابا حتى نشوف واش العجينه باقا جاريه او لا, لا. غادي نضيف البيضه والملح وغادي نجيب الخلاط الكهربائي اليدوي ممكن ديروها في الاله ديال العجن ديالكم يعني فاش ديروا الخلاط الكهربائي ديال اليد ما ديروش باش الباتور باش كنصوبوا البيض باش كنطلعوا البيض او هذا فديروا الخاص بالعجينه راه كيكونوا فيه زوج ديال هذا هذا خاص بالعجينه هنا كنبدا نعجن العجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا العجين باقي جاري يعني غادي نضيف ديك الكميه ديال الدقيق اللي باقا ليا وكنستمر في العجن ديالو حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي كتكون رخوه ماشي جاريه مي رخوه كنستمر في العجن الطريقه هذه كتجي سهله على العجن باليد لان اليد تتخذ وقت مي هكا هذا كيعجنها بسرعه هنا غنضيف ديك الزبده اللي حتى بحراره المطبخ باش كتدخل لينا دغيا في العجين هذه هي العجينه اللي حصلنا عليها لاحظوا عجينه رخوه ولكن لا تلتصق بالايدي غادي نغطيها المره الثانيه ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها تقدر تاخذ منكم نص ساعه ساعه على حسب الجو هنا كيف ما شفتوها معايا اختمرات الحجم ديالها الضعف غادي نخرج من هذاك الهواء اللي فيها وغادي نرش سطح العمل بالدقيق نفرغ هذيك العجينه ديالنا في داك سطح العمل وكنحاول نجمعها بداك الدقيق ممكن انكم هاد العجين تقسموه على زوج وديروا النصف الاول آه عادي والنصف الثاني تضيفوا ليه البودغ ديال الكاكاو باش يعطيكم اللون ديال الشوكولا انا هنا درتهم غير عاديا ما عنديش البودغ الكاكاو قلبت عليها في الدار ما لقيتهاش ومع هذا الحجر الصحي يعني ممكن نستعملوا اي حاجه اللي عندنا في الدار صافي غادي نجيب هذا السكين وغادي نقطع العجين على زوج غادي ندير زوج ديال الكويرات كبار كنحاول نجمعهم بالدقيق يعني كنستعن بالدقيق باش كنجمعهم لاحظوا معايا والعجينه خامره وكدير واحد البواقات مع الجناب ديالها باش تعرفوا يعني العجين راه آه زوين بزاف تقدروا تستعملوه لاي معجنات تانيين بغيتوا تستعملوهم صافي وكنجمع هكا ديك العجين ديالنا على شكل كويرات ونحطهم يرتاحوا واحد جوج ثلاثه ديال الدقائق ومن بعد غادي نبدا نستعمل غادي نجيب الكره الاولى ونرش عليها الدقيق مزيان يعني الدقيق خص يكون بزايد وكنبقى نطلقها بالحلال او بالدلاك لاحظوا معايا الفقاعات ديال العجين يعني عجين رائع ما شاء الله كنبدا نطلق فيها مي ما غاديش نطلقها بزاف يعني خصها تبقى لي شويه فيها السمك راكم عارفين هم لي دونات خصهم يكونوا عالين يعني ماشي بحال لي او بحال الاشكال الثانيه اللي كنصوبو صافي هذا هو السمك اللي انا بغيت غادي نجيب واحد الاطار هكا دائري وكنبدا نقطع به كنستعين بالدقيق ونقطع العجين نقدروا نخليهم هكا ما نديروا لهمش داك الثقب في الوسط نقدروا نديروهم بالثقب انا هنا غادي ندير اشكال بزاف غندير هذاك الصغير وغنتقبيه الوسط ديال البيني ديالنا او الدونات ديالنا انا قلت لكم ممكن تخليهم هكا الا ما بغيتوش وحتى هذيك القطع اللي في الوسط هنا غنجيب واحد الطبق اللي غنبدا نحط فيه حتى دوك الطريفات اللي في الوسط راه ما كنعاودهمش كنحطهم حتى هذوك كيجيو غزالين للدراري كيحمقوا عليهم صافي كنستمر بحال هكا اي قالب عندكم ممكن تستعملوه هنا غنجيب الجزء الثاني اللي بقاليد لي العجين وكنطلقو كذلك بنفس الطريقه راحته العجين يعني كيفاش عمل العجين ما شاء الله كندير دير داك ال الاطار ل... في الدقيق وكنبدا نقطع انا غندير اشكال يعني كاين اللي غنخليه عادي كاين اللي غادي نتقبل الوسط ديالو حتى دوك الطريفات يعني هذوك كنهزهم بحال هكا كنحطهم غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله هنا ساليت الكمية كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد عشرة ديال الدقايق من بعد ملي كي يتنفخ الحجم ديالهم او كي الحجم ديالهم كندوزوا للمرحله الثانيه لاحظوا معايا وما دو هنايا خمروا لاحظوا كيفاش رجعات يعني زادت انتفخات ديك الدوائر اللي صوبنا غادي ندير آه كميه لا باس بها في واحد المقلاه وتكون سخونه بزاف يعني كنشعل عليها في الاول نار عاليه ومن بعد فاش كتسخن لينا الزيت كنقص لدرجه الحراره باش ما يتحرقوش وكنبدا نحط لي بيني ديالنا في الزيت فراه كيتضاعف الحجم ديالهم عاد في الزيت كيتنفخوا كي اكثر واكثر وكيجيو ماشاء الله من الداخل مفشفشين وخاويين صافي انا هنا جربت بهاد الوحده لقيتها فعلا الحراره يعني هي هذيك اللي انا باغا غادي نبدا نحط الـ الاشكال الثانيه والطريفات الاخرين كاملين يعني القلي آه الكميه كامله كنبقى نقلي وكنجيب واحد الطبق اخر كنوضع فيه آه البابي ابسوربون او آه الورق آه اللي تنشفوا به تنوضعوا في الطبق وكنبدا اللي طابت كنقلبها على الجهه الثانيه لاحظوا معايا كيفاش كينتافخوا كنقلبها على الجهه الثانيه وكنستقطرها من الزيت ملي كطيب لاحظوا معايا يدي طابت على الجهتين بزوج فاللي طابت وكان وكنحطها على الورق آه النشاف ونحط في بلاصتها وحده اخرى حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ممكن انكم تحطوا هاد لي دونات هكا عاديا او ديروا عليهم سكر كلاصي ممكن كذلك انكم تزينوهم بالطريقه اللي انا زينتهم بها غادي تشوفوها يعني جات طريقه رائعه هذه هي الكميه اللي ساليتها من بعد تشوفو كيفاش جات هنايا هادو لي دونات ديالنا هادوك الصغيورين انا درت هنايا الشوكولا ودرت فيها ل... ل... اللوز مهرمش عندي يابس محمراه ومهرمشاه وغطستهم في الشوكولا وحطيتهم حتى يبسو والاخرين الصغارين درت ليهم الشوكولا ودرت ليهم ديك النجيمات باش يتسوقوا المهم ان احنا حضرنا مع بعضياتنا هذا الطبق رائع ال... ال... لوليداتنا الفارهم كيجيو رائعين ومن الداخل كيجيو خاوين وفشفشين لاحظتوا معايا كيفاش كيجيو كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الرضا ديالكم وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو هذه الوصفه هذه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وتنقل لكم شكراً بزاف للمتتبعين ديالي الكرام جزاكم الله كل خير العواشر مبروكة ودمتم في رعاية الله وإلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله من وصفات فضاء المغتربات